مساء الخير على كل السادة المشاهدين في داخل مصر وفي خارج مصر. معاكم النهاردة مع حلقة جديدة في مطبخ نميسة والافتكارات الحديثة والقديمة والجديدة، وإن شاء الله بإذن الله نطلع حلقة حلوة تعجب حضراتكم. وبحبكم ده زي ما انتم بتحبوني في أول الحلقة كده، ويا ريت الناس تكون متابعة وشايفة البرنامج، ويشرفني متابعة حضراتكم. والنهاردة عامل لكم شوية أصناف كالعادة من طلبات حضراتكم، بس في صنف بقى جديد، حاجة جديدة كده شفتها بصراحة عجبتني قلت لازم أوريها لحضراتكم. هيبقى منها عيش ومنها غموس، يعني عيش وغموس الاتنين مع بعض. اللي يعملها لك في الطاسة هنا على البوتاجاز يعملها لك في الصاجة اللي يعجبك، هتشكلي أنت وعيش بالبطاطس، حاجة سهلة جدا وطعمها حلو. شكرا شكرا شكرا. حاجة سهلة جدا وطعمها جميل وإن شاء الله تعجب حضراتكم. وعاملين النهاردة وبسبوسة إن شاء الله، وعاملين كفتة بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة. سهل عليكي طبعا، إحنا زي ما أنت عارفة أنا بحب أسهل عليكي الدنيا وألملك الحاجات، ألملك غدوة عشوة، في يعني أختصر لك الميزانية وأظبط لك إن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي هي عبء علينا، إحنا إن شاء الله نعملها بطريقة سهلة. وأدي دول شوية، مش شوية، هما ثلاثة مش شوية، ماشي ثلاثة هم، ماشي. شكرا يا ابني، متشكرين شكرا. تلات تلات فردهم، تلات ترغفة من اللي هم عيش بالبطاطس اهم، فردهم اهم. واشوف بس هيحط عليهم شوية حتتين جبن كده تسيح عليهم كده اهم في الاول كده، عشان هو ما فيهوش خميرة ولا اي حاجة. انا حاطة له يعني طرف المعلقة، هو اساسه ما فيهوش بيكنج باودر، بس انا حاطة له طرف المعلقة كده يعني تشتد بدلعه، ماشي اهو كده. وهنبتدي بقى ونعجن ونبس البسبوسه ونعمل كل الحاجات بتاعتنا مع بعض على الهوا، زي دايما ما انا بتعامل مع حضراتكم، ما بحبش اجهز حاجه بره الهوا. هحط بس شويه جبن بسيطه كده هنا وادخلهم الفرن ونشوف نجرب. ده حاجه جديده الجبن دي، اضافه مني انا، يعني انا شفتها من غير الجبن ومن غير ما كانش محطوط عليها جبن يعني، ومن غير بيكنج باودر. فانا قلت بقى لازم احط تكاتي، لازم احط افكاري طبعا، حضراتكم عارفين ولا هاخدها بقى ادخلها فين؟ هاخدها ادخلها الفرن. تمام، انا رايحه على الفرن، خلاص انا داخله على الفرن اهو كده، خلاص رحت الفرن. بسم الله. هحطها هنا فين؟ في النص، على الشبكه اللي في النص، عشان الجبنه بقى تسيح عليها كده، وان شاء الله باذن الله تعجبكم لما تطلع من الفرن باذن الله. اهي كده اقفل الفرن، انوريها لكم بقى وهي خارجه منين من الفرن. ودلوقتي هنبتدي بايه؟ حاجه سهله جدا، يعني انا دخلت دول واطلعهم قدام حضراتكم، ونرجع بقى نعمل بقى العجينه وكل اوكي. دلوقتي انا طلعت، بصي حاطه حاجاتي ظبطاها مع بعض، طلعت ادي البسبوسه بتاعتنا سهله خالص ان شاء الله باذن الله، واعملها لك النهارده باللبن مش بالزبادي، عشان برضو بكل ده بحاول اوفر عليكي اوكي. بس يا ابني يا ابني عصبتني. بوفر عليكي في البيت يعني، عشان تعملي حاجه حلوه بتكلفه قليله، وان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم وتعجب حضراتكم. النهارده عاملاها باللبن مش عاملاها بالزبادي. تمام، هجيب العلبه بتاعتي اهي، بسم الله، وادي المعلقه بتاعتي. ونقول ننزل بقى يا استاذ محمد لو سمحت بمقادير البسبوسه. تمام، هي سهله جدا، انا حافظاها حافظاها حافظاها، يعني مش عايزه اقول لك حافظاها كام حافظاها. كوبايتين دقيق سميد، عليهم نص كوبايه سكر، عليهم كوبايه لبن، عليهم نص كوبايه سمنه، عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر بس. والشربات بتاعها اهو على النار لسه منزلاه، برضو ما بحبش اعمل حاجه بره الهواء لما ورايا حضراتكم. كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين ميه، عليهم عصير نص ليمونه، يغلوا حوالي 11 12 دقيقه بس على النار، عليهم ورقه فانيليا عشان تديها ريحه حلوه بس كده. تمام، مقادير نزلت ولا لسه يا جماعه؟ وهنحط لها معلقتين دقيق من العادي، ادي كوبايتين دقيق السمين. تمام، وهعملها واطلعها ان شاء الله من الفرن قدام حضرتك باذن الله. عليهم وادي معقوله معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام، ادي نص كوبايه السكر، سهله خالص كل المكونات مع بعضها، نص كوبايه السكر كده. وهجيب بقى هنا وادي نص كوبايه السمنه بتاعتنا او الزبده، سمنه او سمنه على زبده، بس انت بتطعميها حاجه ريحتها حلوه بتديكي، يعني طول ما انت بتهتمي بالحاجات هي بتبقى حلوه. استاذه منى اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا سيف، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي قلبي، اهلا وسهلا. الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. عامله ايه في عامله ايه في الكورونا؟ الحمد لله. ايه دي في القمر ده حبيبتي؟ ربنا يخليكي، اهلا وسهلا، منوراني حبيبتي.
ربنا يخليك. مالكيش اي سؤال يا استاذه منى؟ قاعده من المدرسه فاضيه بقى. بص نساعد ماما. ها اسلم عليكي بس. نساعد ماما يا نساعد ماما ماشي. حاضر. نساعد ماما عشان نبقى ايه مطيعين وكويسين كده ماشي تمام. حاضر حبيبتي اهلا وسهلا. ادي احنا بسنا يا جماعه كده ايه البسبوسه نبس البسبوس بسنا البسبوسه ايه بس البسبوسه بس هنا البسبوسه معانا بنص كوبايه السمنه. انت بقى بتحبها عايمه وحلوه كده في السمنه حطي كوبايه الا ربع. انا بحبها مظبوطه بحط لها ايه بحط لها نص كوبايه. المقادير قدام حضراتكم على الشاشه. البسبوسه عباره عن كوب دقيق سميد، 2 كوب دقيق سميد، 2 معلقه دقيق من العادي، نص كوبايه سكر، كوبايه لبن، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه نصف كوب سمنه الشربات كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه عليهم عصير نصف ليمونه تمام. وهجيب بس ايه ما حطيتش نسيت حاجه بقى قبل ما بس البسبوسه. المعلقتين الدقيق العادي دول بيخلوا البسبوسه طعمها حلو اهم. حطيتهم اهم ومش هعمل ايوه كده جم اهم. اهم معانا مين؟ مدام نجوى اهلا وسهلا. ازيك يا شيف نميس عامله ايه؟ اهلا اهلا. ازيك يا مدام نجوى؟ صحتك الله يخليك. ازي حضرتك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا الحمد لله بنعمه. اهلا بيكي. انا سعيده ان انا سمعت صوتك حبيبتي. انا اسعد والله. انا عارفه صوت حضرتك على فكره. انا قاعده ادور عليك في كل القنوات والله. يا حبيبتي ده شرف ليا وحاجه على دماغي من فوق والله. الله يخليك وتسلم ايدك. تابعينا بقى هنا على طول يا مدام نجوى. بتيجي كل يوم ايه بقى؟ ان شاء الله باذن الله هنزل لك المواعيد على الصفحه باذن الله. المخرج بيقول لي اهو. ما عنديش الصفحه. ما عندك الصفحه؟ طب هنقول على الهوا ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. ايوه عشان انا ماليش في النت. حاضر يا حبيبتي. ده انت نورتيني النهارده يا استاذه نجوى. سلام عليك الله يخليك. والله نورتيني يا استاذه نجوى. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير يا رب. اهلا وسهلا نورتيني. هنعمل كده ايه هنحط بس ثانيه واحده 1 مينيت بليز. ادي كوبايه اللبن بنحط شويه كده ونقلب. بس هي البسبوسه لما تبقى عايمه قوي ما بتديكيش النتيجه اللي انت عايزاها تمام. عشان ده لبن مش زبادي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده. يبقى احنا حطينا ايه نقول تاني كوبايتين دقيق سميد عليهم معلقتين دقيق من اللي هو العادي اللي احنا بنعجن بيه اللي هنعجن بيه دلوقتي عليهم نص كوبايه سكر عليهم. وانا عملتها بالمعلقه قدام حضرتك ما خدتش وقت ولا اي حاجه اهو كده بسم الله. بس كده خلاص هي تمام. ايه ما شاء الله عليها. بص عامله ازاي اهي كده كده مظبوطه بقى اهو. يبقى حفظنا المقادير. بس اشيل المعلقه واقلبها بايدي كده تاني عشان هي ايه السمنه جمدت شويه فيها فدخل كل المكونات في بعضها. وانزلها هنا في الصينيه بتاعتي اهي قدام حضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وندخلها الفرن وان شاء الله باذن الله تخرج النتيجه تكون حلوه قدام حضراتكم ان شاء الله باذن الله اهو تمام. بص جميله ازاي. استاذ عبد الله اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ عبد الله اهلا اهلا. عامله ايه؟ ازي حضرتك استاذ عبد الله صديق البرنامج. اه والله وحشنا يا شيخ. ربنا يخليك يا حبيبي اهلا وسهلا. انت عامله ايه؟ انا في نعمه. طول ما حضرتكم بخير انا بخير ان شاء الله باذن الله. الله يخليك يا شيخ والله احنا بنحبك قوي. حبيبي يا استاذ عبد الله انا عارفه ان انت صغير واخد اجازه من المدرسه. اهلا وسهلا. كورونا بقى. كورونا ربنا يكفينا شرها يا رب ويحمي كل المسلمين. وان شاء الله احنا شعب قوي ومناعتنا قويه وناكل كويس وناكل في البيت ما ناكلش حاجات من اللي هي جاهزه من بره. ونظبط الدنيا كده مع ماما كده في البيت ونساعدها. ها ماشي. في سنه كام؟ انت ما قلتليش في سنه كام؟ انا في سنه اولى اعدادي. اهلا وسهلا. واخد اجازه طبعا يا عم. بس برضه وراك مشروع هتعمله ان شاء الله وهتخلصه باذن الله عشان الدراسه. ايوه اكيد. سلم لي على ماما كتير يا استاذ عبد الله. الله يسلمك. شكرا, شكرا جدا. عملنا كده يا جماعه البسبوسه ودخلتها الفرن. اكيد المخرج بتاعنا الجميل جابها لكم وانا بدخلها الفرن. هنسيبها بقى تتعايش في الفرن. حطيتها تحت شويه. من شروط نجاح البسبوسه ان انت تكوني مشغله الفرن قبلها ان انت تكوني مشغله الفرن من تحت بس مش من تحت وفوق. ولو فرن حضرتك من اللي هو 5 شعلة كبير البوتاجاز الكبير تشغلي من تحت لحد ما الحرف بتاعها يحمر من تحت كده تشوفيه من الجنب كده بعدين تولعي لها الشوايه. عشان انت لو سبتيها لحد ما تحمر من فوق هتنشف منك ومش هتشرب السيرب بتاع حضرتك. واستاذ محمد نزلنا مقادير البسبوسه على الهوا اهي اللي عايز بقى يكتبها يصورها كده يعني شويه دلع وحركات. ماشي ماشي ماشي. نعمل بقى ايه هشوف. بص بصه بس صغيره كده على ايه على العيش بتاعنا عشان مش عايزه انساه في الفرن عشان لا هو لا فيه بيكنج باودر ولا فيه ايه خميره. بس انا حطيت له طرف صغير كده يعني بس مش كتير لسه. والبسبوسه محطوطه تحت اهي وادي الفرن بتاعنا شغال وشغلت تحت وفوق. نشغل المروحه بقى اهو. بص على طول شغل المروحه.
لازم ايه نظبط حاجاتنا كده. تمام، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز اعمل مع حضراتكم العيش ده، وعايز اعمل الكفته. طب اعمل الكفته الاول عشان ادخلها ايه الفرن، وبعدين نعمل العيش بقى، نعمل شويه هنا ونكمل الشويه اللي احنا طلعناهم نعمل زيهم تاني. تمام، هجيب بس ايه ادي مقادير الكفته يا استاذ محمد، يا ريت تنزلها لنا. سهله جدا وكفته مضمونه وان شاء الله تعجب حضرتك، وهشكلها لك في حاجه النهارده يعني ايه على قلم يعني اقل من المعتاده. انا مجهزه للمخرج جاب لنا اهو، انا مجهزه شويه، والمقادير قدام حضرتك على الهوا. عباره عن نص كيلو ايه، نص كيلو لحمه مفرومه، بصله مبشوره، قطعه ليا من عند الجزار، قولي له بس وهيديها لك يعني ايه، هيبقى مبسوط قوي، ممكن نضيفها لك على ممكن يضيفها لك على الوزن. فلفل اسود، بقدونس، بيضه، نص كوبايه بقسماط، معلقه صغيره بيكنج باودر عشان تخليها تتنفس كده وتاخد ايه راحتها كده وهي بتتنفس. اوكي، معنا مين؟ حاجه عائشه، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، انا بحبك قوي حبيبتي، شرف ليا يا حاجه، والله ده حاجه على دماغي من فوق. اهلا وسهلا بيك، والله بحبك قوي قوي والله، ده شهاده اعتز بيها واحطها كده وامشي بيها على دماغي من فوق يا حاجه والله. اهلا وسهلا، انت احسن شيف في الدنيا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. اهلا وسهلا بيك، مالكيش اي سؤال يا حاجه؟ يعني كنت بسلم عليكي بس. اهلا وسهلا، كنت بقول لك ربنا يكفيكوا شر المرض يا رب. يا رب، احنا وحضرتك وكل المسلمين يا رب في العالم العربي كله وفي مصر وفي كل مكان، ربنا يكفينا شر يا رب الامراض كلها يا رب، اللهم امين. نورتيني حاجه عائشه، واهلا وسهلا بيك، وتكلمينا على طول ان شاء الله باذن الله. يا رب، حاضر يا حبيبتي. حبيبتي تنورين. بص يا جماعه، بص على الايه، على عيش البطاطس بتاعي، بص شكله حلو ازاي، الله، بص شكله جميل ازاي اهو. استاذه اسراء، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه اسراء، اهلا وسهلا، اهلا بيكي واهل الغردقه كلهم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي في نعم، انا بخير الحمد لله. اهلا وسهلا، الحمد لله، منورونا والله. ده انتوا اللي منوريني هنا في البرنامج والله، ببقى سعيده جدا لما بشوف تفاعل حضراتكم معايا كده والله العظيم. تسلم ايدك يا حبيبتي يا رب، وربنا يا رب يرفع البلاء عن الامه الاسلاميه. اللهم امين يا رب. يا رب، اللهم، عارفه ربنا هيرفع البلاء بدعوات الناس اللي هي الطيبه اللي زينا كده ان شاء الله باذن الله، ربنا رحيم بينا في كل حاجه الحمد لله يا رب. ربنا يخليكي. معلش يا شيف، بعد اذنك كنت عايزه حضرتك تنزلي لي المقادير بتاعه البسبوسه تاني. حاضر، من عينيا الاثنين يا حبيبه قلبي، المخرج ينزلها لك حالا. واهلا وسهلا بيكي ونورتيني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حطينا يا جماعة الكفتة بتاعتنا بقى عشان نلحق ندخلها الفرن عشان المخرج ما يتخانقش معايا ونعمل ايه بوم بقى اخر الحلقة. نزلت مقادير البسبوسة لحضرتك، المخرج بيقول لك اتفضلي. الكفتة بقى هنعمل ايه؟ ادي نص كيلو لحمة، وادي البصلاية، وادي البقسماط، وادي البيض، وادي التوابل بتاعتنا. بالراحة واحدة واحدة كده، كأننا ايه قاعدين من السلة كده بالليل. هنحط على اللحمه المفرومه، ادي شويه فلفل اسود اهو، شويه فلفل اسود حلوين كده عشان هو بخلي ريحه اللحمه حلوه، وادي شويه ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي شويه ملح. حاضر يا استاذ محمد، حاضر. وادي البيض اهو كده، وادي البصل، وادي البصل بتاعنا عليه اللي انا طحناهم في بعض في الكبه، يعني ايه عشان انعمها وادخلها ببعضها عشان تبقى بالشكل اللي قدام حضرتك هناك ده. تمام اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسمغيها وتحطها في الثلاجه شويه، بتشرب من بعضها وبقى طعمها حلو قوي. وادي شويه البقسماط اوكي اهو. معنا مين يا استاذ محمد؟ استاذه فاطمه، اهلا وسهلا بحضرتك استاذه فاطمه. ماشي. ايوه يا شيف، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايوه يا شيف، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا حبيبتي، شرف ليا والله، وحاجه على دماغي من فوق. اهلا وسهلا بيك. معلش يا استاذه فاطمه، كلمينا تاني، معلش انا اسف لحضرتك جدا. حاج احمد، اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج احمد. اهلا بيك يا استاذه. اهلا استاذ، قطعت تليفونك. تليفوني ارجع لحضرتك للكنترول يا حاج احمد، وهما هيدوا لك في الكنترول. نورتني يا حاج احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. ابص يا جماعه كده، ادي اللي انا لسه عاملاها دلوقتي، عشان دول كده دلوقتي هنا
ادي لسه عاملاها وادي اللي انا مسمغها من شويه دي ضربتها في الكبه مع بعضها. اوكي بصي دي لونها عامل ازاي عشان انا دخلتها ضربتها في الكبه مع بعض. بصي ثواني ثواني اهي كده. بصي دي مسمغاها مع بعضها في الكبه ودي اللي انا عجناها على ايديا. بصي هدخل كله ببعض اهي. بصي كده نعجنها كده ايه سمغيها ما تقلقيش منها هي هتربط بعضها وما تخفيش البقسماط والبيض. وما حطناش ايه مش تفكرني ابني واقف جنبي على الكاميرا كده وخلاص ايه مش تفكرني. طرف المعلقه ايه معلقه صغيره كده بيكنج باودر تمام اهو. نحطينا الملح والفلفل ولا ايه يا كابتن؟ قولي مش عارف. مدام نور اهلا وسهلا بحضرتك. مدام نور اهلا اهلا. نعم اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. هل انت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله في نعمه. اهلا وسهلا. بنشكر حضرتك على الاكلات الجميله دي حبيبتي. ده اقل حاجه اقدر اقدمها لحضراتكم والله. انا نفسي اسعدكم كلكم ونعمل حاجات حلوه مع بعض ونفيد بعض في كل حاجه. حضرتك اهلا وسهلا استاذه نرمين. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه نرمين. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بيك على الاكلات الجميله انت بتعمليها دي. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. اهلا وسهلا. الله يخليك. ممكن طريقه الكفته اللي انت بتعمليها دي؟ من عنايه الاثنين. بص احنا نعمل الصينيه بقى ونيجي على دمياط برضو طياره. بص طياره حبيبتي حاضر من عنايه الاثنين. المخرج ينزلها لك حالا على الشاشه. واهلا وسهلا بيك. كده بقى يا جماعه شكلنا في ايه اهو المقادير المخرج نزلها لنا. شكرا جدا يا استاذ محمد. شكرا 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 مدام سهام. اهلا وسهلا بحضرتك مدام سهام. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بنتي كويسه؟ الحمد لله في نعمه. اهلا وسهلا يا حاج. الحمد لله. انا في الحقيقه انا اول مره اشوفك يعني على الشاشه ده لكني من حسن حظ بصراحه شفت احتفاء الناس بيكي وعايزه يعني اقول لك يعني بهرت بصراحه. حبيبتي يا حاجه ده بصي حاجه على دماغي وشرف ليا ان حضرتك شفتيني النهارده. الله يكرم اصلك. احنا متشكرين قوي على تعبك. المهم انا ليه عندك سؤالين. سؤال خاص بيكي انت اتفضلي وسؤال ليا انا اتفضلي. السؤال الخاص بيكي انت كشيف بقى ايه الاكله اللي انت بتحبي تعمليها لبيتك لبيتك ايه هي؟ عينيا الاثنين اقول لحضرتك يا حاجه. عينيا الاثنين يا مدام سهام. عينيا الاثنين. بص يا جماعه احنا شكلنا اهو احنا بنكلم نتكلم التليفونات بتاعت حبايبنا شكلنا ده احنا مشكل عليها ادي قلم ادي سيخ الكفته عندي اهو. بس انا برضو في البيوت ما كنت بشكل بيه قبل الهوا. بس في البيوت ما فيش حاجه موجوده يعني زي ده مثلا مش هعطل نفسي اهو. بص انا مشكله عليها اهو قبل الهوا عليه مكان الكفته اهو. بس القلم برضو هي ايه قلم فاضي صبنيه كويس واعملي عليه عادي ما فيش مشكله خالص تمام. هنشيل بس دول. بص على البسبوسه يا استاذ محمد يعني انت كده يعني ولا اي كلام ولا اي حاجه. هي الله ينور الله هي في نص مرحله السوا بقى يا جماعه اهي المرحله اللي بقول لحضرتك عليها في البيت. هنرفع بس الايه الصاجه بتاعتنا دي كده. شمني الريحه المخرج. بص شامم الريحه. بص حضرتك اهو بص الحرف احمر اهو هطلعها فين؟ هطلعها فوق. بص حرفها كده اهو هنطلعها فوق تمام بسم الله. طلعتها فوق على الشبكه من فوق بقى عشان هي حرفها احمر من تحت عشان ايه تبقى طريه كده ودايبه معانا نعرف ايه نستمتع واحنا بناكلها. معانا مين يا استاذ محمد؟ حاجه رجاء اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا. الله يخليك. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي قلبي. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه يا شيخ. وحضرتك في خير يا رب. على مامتي وعلى امهات مصر جميعا ونقول لهم كل سنه وهم طيبين جميعا. اللهم امين. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه كل سنه ومامتي طيبه. وكل سنه وحماتي مش حماتي بقى مامتي الثانيه برضو طيبه. وحماتي برضو الحاجه ناديه بعيد عليها وبقول لها كل سنه وهي طيبه من سعد الام. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وكلهم طيبين. الحاج ملك وعلى حضرتك وعلى امهات مصر جميعا ويا رب يخرج عننا هذا البلاء. اللهم امين يا رب. دعواتكم يا حاجه بدعواتكم ان شاء الله بدعوات الناس الطيبه دي ربنا يرفع عنا اي حاجه ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا شيف. على فكره انا اول مره اعمل مداخله على فكره على التلفزيون. حبيبتي شرف ليا على دماغي من فوق والله. اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا رب ويصلح حالك. نورتيني النهارده ربنا يخليك يا حاج. طيب اديها لي طبعا تشرفني. بص انا حطيت هنا يا جماعه ايه انا مش هسوي الكفته كده
تمام. انا مش هسويها في ممكن اسويها على البوتاجاز عادي، وانا عملتها قبل كده كام مره، بس انا ايه بسخن الصينيه بس من تحت، اساعد ادواتي عشان ادواتي تساعدني، يعني انا اجهز حاجاتي واشغل مخي وانظم وقتي واوضب اظبط مطبخي، ما اخليش مكركب ولا اي حاجه، هعمل اطلع احسن حاجه وانا دماغي ايه رايقه. يعني انا حطيت هنا الصينيه اهي اسخنها بس واخدها ادخلها الفرن ايه تحت البسبوس. انتوا عارفين انا بستغل الفرن استغلال تام كده. تمام هاخدها هي سخنت اهي، ونكمل بقى الباقي ده بعد الهوا عادي، مفيش مشكله بالنسبه لي اهو. والصنف اللي جاي ده عجب حضراتكم جدا جدا جدا، بس خليك يا استاذ محمد بالله عليك فاكر ال هدخلها الفرن اهو. دخلت الكفته يعني سخنتها بس على النار، وبعدين دخلتها فين؟ دخلتها الفرن ايه تكمل بقى مع نفسها عشان ايه. حاجة سهام اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ايوه انت ما رديتيش عليا، ايه الاكله اللي انت بتحبيها تعمليها لاولادك وبيبقوا سعداء وهم بياكلوها؟ حاضر عينيا، عشان اعملها الاحفاد. حاضر والله عينيا، هقول لحضرتك حالا عليها واقول لك على الطريقه بتاعتها كمان. السؤال الثاني قبل ما تقطعه بقى، انا بحاول اعمل القرص الطريه زي اللي كانت حماتي الله يرحمها بتعملها، ما بتنجحش تطلع لي طريه زي ما انا عايزه. دي بقى طلب حضرتك بقى لما نعرف مواعيدك نبقى نتابعك وتنوهي كده انك انت هتعمليها يوم كذا. حاضر عينيا يا حاج. كل الموضوع. وبعدين برضو نقول لاولادنا كلهم اقعدوا في البيت علشان صحتنا، مش صح. علشان اي حاجه تاني. صح كلام حضرتك. صح في البيت علشان مش كلنا نعيا في وقت واحد. صح صح نحافظ على اولادنا. الانفلونزا بتنتشر عامه اي نوع من الانفلونزا وبتموت ناس كتير. صح صح كلام حضرتك صح، وحاجه على دماغنا من فوق ودي حقيقه. يعني نقعد في البيت، وانا اقول لحضرتك الاكله اللي انا بعملها لاولادي على طول، ولادي بيحبوها، عشان على فكره انا عندي ولد وبنت بس ثانوي واعدادي، يعني انا مش صغيره، يعني عندي ثانوي وعندي اعدادي، وهقول لحضرتك الاكله اللي هم بيحبوها ايه، وهقول لحضرتك برضه طريقه القرص انا عملتها الحلقه اللي فاتت، بس هقولها لحضرتك تاني، يعني في ناس كتير قوي طلبتها مني لما عرفت ان انا موجوده هنا، هعملها ان شاء الله وباذن الله اعملها لحضرتك تاني في حلقه، وهقول لحضرتك على المقادير دلوقتي حال. هنبص بس على البسبوس عشان ما انساهاش واضيع مجهودي في الارض، والمخرج يقعد يقول لي ايه ما خدتش بالي، يبقى انا خليني انصح من ايه، انصح من الحاجات. بس شكلها حلو ازاي، بس لسه عايزه شويه كمان. ابص شكلها جميل ازاي، بس لسه عايزه كمان شويه، يعني حتت فيها احمر الف كده، الف الحاجه بتاعتي. تمام استاذ محمد، 5 minutes بليز. ها 5 2 3 اي حاجه يعني، المهم بتفكرت قلب مربع حمامه دايره اي حاجه. حاضر. هنجيب هنا يا جماعه دلوقتي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب بقى ايه، اعمل بقى الكفته مع حضراتكم. تمام اللي اعمل كفته، قال ما انا عملت الكفته ودخلتها الفرن، والناس اللي طلبت المقادير حضرتك نزلتها لها يا استاذ محمد؟ نزلت؟ طيب تمام، وننزلها تاني لحضراتكم تاني، لان الكفته دي سهله. هجيب بس حاجاتي، تعالى يا ابني كده، اهو المقادير قدام حضراتكم على الهواء، اللي عايز يكتبها بقى ويصورها تاني وتستخدمي فيها القلم سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله. هحط بس الايه الصينيه دي على النار كده. انا بجيب حاجات الومنيوم، ومتعمده ان انا اجيب حاجات الومنيوم هنا في البرنامج عشان حضرتك ما عندكيش مثلا تقومه حاجات من اللي بتشوفي الشيفات شغالين بيها تقولي مثلا حاجه لا كذا، لا انا بتعمد ان انا اجيب حاجات زي اللي عند حضرتك في البيت، وهتنجح معاكي باذن الله وهتعملي احلى حاجات باذن الله ان شاء الله. طيب ماشي، قبل البطاطس ماشي. طب نطلع فاصل قصير وبسرعه ومكملين، هنرجع تاني على طول ان شاء الله. ورجعت لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا انا بصي بعمل كل حاجه قدامكم كده، وهنبص بس على البسبوسه اللي احنا مدخلينها الفرن عشان نخرجها برده قدام حضراتكم، يا شيخ حمرت وبقت حلوه الحمد لله، بس انا قلت ايه بحبها حمرا شويه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم اهي قدام حضراتكم كده اهي. نجيب بقى هنا ايه السيرب بتاعنا اللي هو عباره عن ايه، 2 سكر عليهم، 2 ميه عليهم، عصير نصف ليمونه، وباكو فانيليا كده. بسم الله اهو اهو، اديها بقى هي تشرب كده براحتها خالص
بص شربت العسل كله ازاي، بص ما شاء الله عليها شكلها عامل ازاي، مش شطاره مني والله ولا حاجه، ولا يعني هقول لحضراتكم هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا دايما لما ربنا سبحانه وتعالى بتحب الناس وبتحب تفيد الناس فهو برضو بيفيدك وبينجحك وبوصلك للي انت عايزاه. والله لما احنا نفيد بعض ربنا هيفيدنا كلنا، هو ربنا كده كده بيفيدنا، بس ربنا سبحانه وتعالى هيفيدنا اكتر كمان. هطلع بس الكفته فوق. معنا مين؟ استاذه بسمه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه بسمه، اهلا وسهلا. معلش يا استاذه بسمه كلمينا تاني، معلش اسف لحضرتك جدا. هحط بس شويه دقيق قدامي هنا كده عشان اقطع عادي العيش بتاعنا. طيب ماشي استاذه بسمه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، عايزه اكلم الشيف. اهلا وسهلا معاكي يا حبيبتي، انت على الهوا. عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا وسهلا حبيبتي، شرف ليا وحاجه على دماغي من فوق. اهلا وسهلا. في الدنيا كلها ربنا يخليك يا حبيبتي. ممكن تسمعيني بس المخرج بيقول لك اسمعيني من التليفون عشان التلفزيون عامل معاه عاكس هنا في الشاشه. حاضر حاضر يا فندم. حبيبتي اهلا وسهلا. بصي بقى انا عملت البسبوسه ونشفت مني، نشفت اتحرقت من تحت. ليه بقى حضرتك عندك البوتاجاز الكبير صح؟ لا فرن. فرن ايه؟ فرن اللي هو الحساس ده. فرن كهرباء ولا فرن غاز؟ غاز. غاز من اللي هو الكبير قوي ده صح؟ اه. حضرتك كنت حاطه في صينيه مقاس كام؟ مش فاكره. هو انت لازم تتبعي الخطوات اللي انا قلت لحضرتك عليها النهارده في الحلقه، وان شاء الله هي قدام حضرتك شوربه العسل كله اللي نازل عليها. بصي طريقه ازاي، بصي بصي تك عليها كده، بصي طريقه ازاي، بصي اهي شوفي. حبيبتي شرف ليا والله وحاجه على دماغي من فوق، واهلا وسهلا بيك. شكرا جدا لحضرتك استاذه بسمه. نعمل بقى دلوقتي ايه حاجه سهله برضو وجديده، دي جديده دي حديثه، يعني ايه هتلاقيها يعني يعني ما اعرفش حد عملها قبل كده ولا لا، بس انا شايفاها ان هي فكره حلوه وجديده وان شاء الله باذن الله تعجب حضراتكم. العيش اللي هو بالبطاطس ده سهل جدا. ادي البطاطس بتاعتنا بنسلقها ونغسلها كويس ونسلقها بالقشر عشان ما تبقاش عايمه قوي في الميه، ونحط لها عصره نص ليمونه وشويه ملح برده معايا بتتسلق بالقشره بتاعتها، وبنجيب بضايه وكوبايه دقيق. انا ضيفت لها بقى، لقيتها طعمها احلى، جربتها بالطريقتين لقيت طعمها احلى، ضفت لها معلقه بصل كده اخضر او بصل عادي اللي عند حضرتك في البيت، وشويه بقدونس وشويه، وحطيت لها برده شويه عشان اعلي المناعه، حطيت لها شويه ايه كركم يصفر اللون ويديك اللون الحلو اللي قدام حضرتك ده، ويعلي معاك المناعه بتاعت ولادك في البيت. ومش ناسيه الحاجه اللي عايزه تعرف ولادي بياكلوا ايه، عايزه هقول لها على الاكله المفضله بتاعتهم مش ناسياها، وهقول للناس اللي هي طلبت حاجات برده هقول لها عليها. معنا مين؟ وانا هرست البطاطس اهو بالكوبايه. استاذه هدير اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه اهلا وسهلا. اهلا اهلا معاكي يا حبيبتي، اتفضلي معاكي. انا بحبك جدا حبيبتي، شرف ليا والله حاجه على دماغي من فوق. اهلا وسهلا. بقول لك انا عاوزه اعرف الكيكه بتاعتك عامله كل حاجه بس بتظبط مني، مش عارفه اظبطها خالص. ما سمع حضرتك قلتي ايه؟ الكيكه بتهبط مني. الكيكه حاضر، هنعمل لك احلى كيكه في البرنامج، وهقول لحضرتك هي بتهبط منك ليه دلوقتي حالا. عينيا الاثنين. هننزل بقى هنا ايه يا استاذ محمد، ثانيه واحده بس هننزل هنا اهو. مقادير العيش نزلها لنا على الشاشه لو سمحت. ادي البطاطس بتاعتنا اللي انا ايه سلقتها، غسلتها كويس وحطيت لها نص ليمونه وشويه ملح وسلقتها على النار. هنزلها كده في الطبق قدام اللي هعجن فيه، تمام. وادي عليها معلقه البصل او معلقتين بصل عادي، بتشوريه او اعمليه في الكبه سهله قدام حضرتك. المقادير نزلت لحضرتك، اقولها تاني برضه. عباره عن ايه؟ بطاطس مسلوقه، هنقول نص كيلو بطاطس عليه كوبايه او حسب الحاجه حسب الدقيق ما يلم، عشان برده الدقيق مختلف في مناطق ومناطق. عليه شويه بقدونس، عليهم انا الاضافه الجديده اللي انا حطاها مش عارفه مكتوبه في المكونات ولا لا، كمون، وحتى كمون وملح. حطيت لها بقى شويه ايه كمون وملح، ايوه انا بتكلم على الكركم، الكركم عشان يصفر اللون بتاعها شويه ويعلي المناعه بتاعت ولادنا كمان يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، إضافة يعني جديدة. وشوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل أسود ومعلقتين زبدة، وتعجني العجينة مع بعضها هطلعها لك بالشكل اللي قدام حضرتك ده. دي تصدقي إن هو ده عيش بطاطس؟ يعني تصدقي حضرتك إن ده عيش بطاطس؟ يعني حاجة سهلة وإن شاء الله مش هتتعب حضرتك، وهوريها لك دلوقتي كلها.
شوف بس ايه، ابص بص على الكفته بتاعتي، انا رايحه على الفرن اهو، خلاص انا رايحه الفرن اصلا. بص شكلها حلو ازاي، قطعه اللي هي ساحت عليها هي اه منزلها شويه دهون، بس هي اللي هي اللي احنا حطيناها. بص شكلها حلو ازاي، بس لسه عايزه شويه كمان اهو كده، عايزه شويه هي بقى تتحمر من فوق ومن تحت ونخرجها دلوقتي. بص شكلها حلو ازاي، والله العظيم عايزه تتاكل على طول، والمخرج ايه ممكن يجري ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ام يوسف، اهلا وسهلا بحضرتك ام يوسف. اهلا وسهلا، معاكي يا ام يوسف، اتفضلي يا حبيبتي. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ والله الحمد لله في نعمه. انت جميله قوي وبسيطه وجميله حبيبتي. اهلا وسهلا، ده والله هدف ان انا بسط لحضراتكم المعلومه عشان توصل برضو كلنا نعمل الحاجات الحلوه دي. جميله والله، ومن ساعه ما شفتك من المره اللي فاتت عماله اتابع انت هتيجي امتى. حبيبتي ربنا يخليكي، نورتيني واسعدتيني. والله ربنا يخليكي جميله والله، واتمنى ان احنا نشوفك على طول على الشاشه. حبيبتي من عينيا الاثنين ان شاء الله، انا كل ما تتيح ليا الفرصه ببقى موجوده مع حضراتكم، بكون موجوده والله فوري، لو حتى ايه كده لو بصي باجي جري عشان اسعد حضراتكم. والله انا بحبك جدا والله. حبيبتي اهلا وسهلا، شرف ليا والله، وحاجه على دماغي ونورتيني. اهلا وسهلا. هنحط بقى المقادير بس يا استاذ محمد على بعضها لو سمحت. وادي شويه الايه، شويه بقدونس كده على البطاطس المهروسه، سهل خالص العيش ده، وجربي وهتدعي لي ان شاء الله باذن الله. اي حاجه بقولها لحضرتك اعرفي ان انا مجرباها قبل ما اقولها لحضرتك. وادي معلقتين السمنه او الزبده اللي عند حضرتك، يعني انا مسيحاهم عشان ايه ما يزهقونيش. كل المكونات على بعض كده يا شيف؟ ايوه يا حبيبتي كل المكونات على بعض اهم كده. وادي البضايه بسم الله، وانا برضو رباها عشان ايه برضو ما تضايقنيش. تمام اهو كده، ونقلبهم كلهم مع بعض كده، وهنحط الدقيق برضو عليهم وكله على بعضه كده. وادي الكمون بتاعنا، بصي كده الكمون حبيب البطاطس، البطاطس بتموت في الكمون كده. وادي الملح بتاعنا، ده اللي احنا بنعمله ده طريقه ايه، طريقه العيش. تمام عينك بقى يعني حضرتك استاذ محمد، لو سمحت لو سمحت لو سمحت كده بقى ايه، وحط بقى ايه شويه ايه كركم، عايز تحطي كاري برضو حطي كاري عادي اهو كده، احطهم كده. وهجيب بقى الدقيق بتاعي، ادي كوبايه الدقيق هناك اهي، بس انا ايه هعجنهم كده مع بعض، هرسهم كده الاول اهم بدايه كده اهو، هرس الخلطه دي كلها على بعضها اهي. بسم الله، فكروني يا جماعه بالكفته اللي في الفرن اهو كده كده. حطي بقى ايه كوبايه الدقيق اهو، مخرج عمال يكلمني في ودني وانا عامله نفسي مش من هنا من فنا. كده اهو، هي هتاخد منك بقى شويه دقيق، خلي دقيق جنب حضرتك مش كوبايه بس، خلي شويه دقيق كمان زيد عن الكوبايه. تمام كده، انت بقى في البيت بقى تعملي ايه كميه على بعضها. هبص بس على الكفته، بس ريحه اللي هي الضاني طالع هنا في الاستوديو كاننا عاملينها خروف. وهو يعني ايه قطعه لي. شكلها حلو اهي، بس انا عايزه اسيبها سيكه كمان عشان تبقى حمراء احلى من كده كمان، ولا نطلعها كده؟ ايه رايكم يا جماعه؟ بس كده يا استاذ محمد نطلعها كده ولا ايه؟ حلوه كده؟ ماشي اه ماشي ماشي ماشي، ربنا يخليك. طيب انا لسه ها؟ هجيب بس شويه اللبن بتوعي كده، لو هي مثلا حطيتي الدقيق ولقيتيه زياده عليها زي ما انا عملت دلوقتي، حط لها شويه لبن على العجينه كده كده اهو. انا حاطه لك الفوطه تحت الكفته عشان تشوفي براحتك اهو كده، بدايه كده ادعك اعمل بدايه كده. والحاجه اللي هي كلمتني وانا عشان ما تزعلش مني، اللي هي اول مره تشوفني النهارده، اقول لها ولادي بيحبوا حلو، ولادي بيحبوا جدا البانيه والمكرونه جدا. البانيه سهل جدا، حضرتك طبعا استاذه في تتبيله، وبيحبوا الفراخ اللي هي برضه المقرمشه، مش عايزه اقول اسمها، بس بحب الفراخ المقرمشه دي جدا. وهقول لحضرتك على سر فيها هيخليها لك زي اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. تمام، ادي عجنة العجينه اهي، بس هي بتلزق شويه طبعا، نحط تحتها دقيق وجنبها دقيق زي ما انا عامله ايه هنا معانا. وفرت كده، هجيب فين المردانه بتاعتي؟ ثواني يا جماعه، ثواني اهو كده. ادي اجيب المردانه بتاعتي وافرد، ادي العجينه اللي انا عجنتها، وادي العجينه اللي انا سايباها استريحت شويه. بص عامله ازاي، هشيل بس كده عشان ايه الكاميرا تجيب معايا. احط تحتها دقيق وفوقها دقيق، بس بسيط يعني متكتريه
وهجيب بس الفرشه بتاعتي اهو، حطي دهنه سمنه هنا كده، ممكن تدخليها الفرن زي ما انا عملت، ممكن. وممكن تعملي ايه بقى؟ ممكن تجيبيها هنا على ايه؟ على البوتاجاز زي ما انا برضه هعمل واوريكي دلوقتي كده. ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده اهو كده، واشيلها احطها فين؟ احطها هنا على حط لها سنه. انا حاطه الدهنه دي ليه؟ عشان هي فيها بطاطس فخايفه تلزق هنا. تمام. وادي بقى بعد ما نعجن العجينه يا جماعه، ارجع تاني بعد ما عجننا العجينه بالشكل ده نسيبها تستريح. ممكن تحطها في الثلاجه وتحط لها طرف بيكنج بودر، بس هي ما فيهاش، بس انت حط لها طرف عشان تبقى حلوه مع حضرتك. وبعدين بقى نقطعها نكورها كور كده على دقيق اهو كده، ندخلها ببعضها كده اهو كده، ونعملها كده ونضغط عليها بايدينا كده في الدقيق يمين وشمال عشان ما تلزقش منك، عشان هي فيها بطاطس والبطاطس دايما بتلزق. اوكي. نفرد بقى كده. ثانيه واحده يا استاذ محمد، ثانيه. حاضر حاضر، ثانية واحدة. وان مينيت بليز بس. خليتوني اتكلم انجليزي وعصري ومصري وكل اللغات. التانية اللي انا دخلتها الفرن قدام حضرتك دي وعملت لها جبنة موتزاريلا، دي اضافة برضو من عندي. تمام. هبص بص على دي، مش عارفة عملت ولا ايه. اهي كده، هي ما بتنفخش عشان خاطر ايه؟ هي بطاطس. بصي والله العظيم ولا ارسل، هوريها لحضرتك دلوقتي. هشيل دي بس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص شكلها عامل ازاي. ثانيه واحده بس اوريهم الطريقه دي يا استاذ محمد، دقيقه واحده. بص الطريقه دي، بصي خلاص هي استوت، هوري لحضرتك. بص شكله عامل ازاي، بصي 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 احمرت من هنا ازاي اهي كده اهي. هسيبها بس تاخد اللون، دقيقه واحده بس ارسم على حاجاتي وخلاص ونطلع يا استاذ محمد. تمام. اوكي اوكي. ده ايه الكرم ده؟ ايه يا ريس ده؟ ماشي 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 ماشي. هطلع دي بس من الصاجه. بص يا استاذ محمد حلوه ازاي، بص شكلها حلو ازاي، والله ريحتها جميله جدا. بص عشان الصاجه صغيره حطيتهم فوق بعض. بص انا عارفه انت هتدوق، بس الناس تبقى ايه معانا يعني. بلا انا والشيف اهو كده. بص يا جماعه اهو حطيتها اهي، بص جنب بعضها شكلها حلو ازاي، تحفه تحفه طبعا. ما حدش يقدر يقول ان هي مش نميسه نميسه. هجيب بقى هنا الطبق بتاعي اهو، ولا احط دول على الطبق اللي هما باردين دول، واحط السخنين على الايه؟ على المخبز بتاعي ده. والسلطه الخضراء طبعا، بصل على كده على تحابيش يعني كده زي ما بنعملها في البيت بالظبط. اقول لحضرتك برده تاني، بص العيش بتاعنا جميل ازاي. عايزه اخرجها على دي كده واحط واحده كمان اهي كده. بص شكلها حلو ازاي، هجيبها لحضرتك قدام الكاميرا. استاذ محمد منزل لنا المقادير اهو، تشكر والله العظيم كلك ذوق يا استاذ محمد. نزلنا بس نزلت حته اللي هي فاضله في الطاسه هنا في الصينيه هنا، عشان ما ناكلش دهون يا جماعه. يعني انا بصي بفيدك لدرجه ايه؟ عشان ما ناكلش دهون خالص. نزلت انا ايه حته شويه اللي هم اللي هي يعني ساحت ونزلت تحت. هحط دي بقى ايه على الطبق بقى على الصينيه هنا بتاعتي برضه اهي. صينيه المونيا اهي، يعني مش حاجه تيفال ولا اي حاجه، يعني زي اللي عند حضرتك في البيت. طب الم كراكيبي، الم عزاويلي، قولي يلا يا حاج اعمل ايه طيب؟ الم بس عزاويلي كده اهو، شيل الحاجات دي كده. بص البسبوسه يا جماعه والله العظيم من احلى البسبوسات اللي حضراتكم هتدوقوها ان شاء الله باذن الله لو اتبعتوا الطريقه اللي انا قلت لحضرتك عليها دي. كده اشيل دي السلطه دي، مش عايز السلطه. بقولي شيلي السلطه، مش عايزين السلطه. ماشي ماشي ماشي، خلي الكفته كده، انا عايزه اوريها للناس الكفته دي كده. ناكل الكفته مع العيش الحلو ده طبعا اهو، واقلب بس ده يا استاذ محمد، اوريهم بس ان هو ما لزقش اهو يا جماعه. بصي ما لزقش ولا اي حاجه. النهارده قدمت لحضراتكم كفته سهله جدا، واولادي برده يا حاجه بيحبوا الكفته دي قوي، بعملها لهم معاهم مكرونه برده. قدمت لحضراتكم كفته سهله وبسيطه ورقيقه كده ولطيفه، وادي البسبوسه، وادي خبز البطاطس عيش البطاطس يعني، وادي سلطه خضراء، شويه بصل على شويه جرجير على شويه حاجات من اللي بتعلي المناعه بتاعتنا دي، عليهم عصير الليمونه، عليهم شويه زيت زيتون،
عليهم شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون كده وشويه شطه واضربوهم في بعض كده وروح حطهم على السلطه دي وكل احلى طبقه سلطه بالهنا والشفا ان شاء الله باذن الله. وكل الناس اللي كلمتني دي بشكرها جدا وعلى حاجه على دماغي من فوق حبهم ليا، وانا كمان بحب حضراتكم زي ما حضراتكم بتحبوني. وبشكر كل الناس اللي كانت بتتابعني قبل كده في القناه الثانيه ورجعت هنا القناه هنا، ان شاء الله باذن الله تلاقوا كل جديد عندنا هنا. ونورتوني وشرفتوني النهارده في البرنامج، وكنت سعيده جدا جدا مع حضراتكم. وبحب اهني والدتي بعيد الام، واهني مامتي، واهني مامتي الثانيه بعيد الام. وبقول لكل الناس يا رب كل سنه واحنا طيبين، كل سنه واحنا مع بعض، وان شاء الله باذن الله نتغلب على كل الصعاب. وتحياتي لحضراتكم جميعا جميعا من ابو العينين. واللي ما لحقتش ارد على الاسئله بتاعت الحلقه اللي فاتت هرد النهارده، هرد عليها الحلقه الجايه باذن الله، او حاول انزل بيها عملي. باي باي.